هذا الموضوع. سيد عدنان، فقط اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر رويترز نقلا عن مصادر حماس بأن هناك توجه لاختيار خالد مشعل خليفة لإسماعيل هنية. إذن توجه من قبل حماس لاختيار خالد مشعل خليفة لإسماعيل هنية، ومن المعروف بأنه أيضا خالد مشعل تعرض لمحاولة اغتيال، وكان هناك تدخل لإيجاد السبيل لنجاته من قبل الأردن في إيجاد الترياق الذي استخدم لمحاولة اغتياله. في حال، وهنا السؤال لك سيد عدنان، في حال فعلا تم اختيار خالد مشعل بأن يكون هو اليوم أخذ مكان إسماعيل هنية، هل من الممكن أيضا أن يتكرر هذا المشهد ويصبح من جديد هدفا خالد مشعل لإسرائيل إذا ما كان هذا النهج هو المتبع وفقا لقراءتك من قبل الجانب الإسرائيلي؟ نعم، أعتقد بأنه قضية الاغتيالات تاريخيا منذ تأسيس دولة إسرائيل وهي تقوم على قضية الاغتيالات، فهي اغتالت عشرات القادة من منظمة التحرير الفلسطينية، من أبو جهاد خليل الوزير إلى الكمالين كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار. هي تقوم بالأصل هذه المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على اغتيال الأعداء، وتبرر ذلك بأنه لا تقول عنه اغتيال سياسي، وتبرر ذلك بأن هذه الاغتيالات هي تأتي في الإطار الأمني للحفاظ على أرواح الإسرائيليين بين قوسين. هذا ما تقوم به الدعاية الإسرائيلية، وتتوافق معها بالتأكيد الدعاية الأمريكية في هذا الموضوع. لكن تسلم خالد مشعل، اسمحي لي في هذه، تسلم إذا تم ذلك والأطر القيادية لحماس هي التي تختار لها أطر قيادية في العادة، بعد اغتيال أحمد ياسين، بعد اغتيال القادة الرنتيسي وصلاح شحادة وكل الذين تم اغتيالهم، كان لا يؤثر على البناء التنظيمي للحركة.